Determine the coordinates of the mass center of the welded assembly of uniform slender rods made from the same bar stock. عندنا شكل اتنين او segment اتنين تلاتة اربعة. نعمل جدول كده جميل. ادي السيجمنت وادي الطول اكس واي زد. احنا عندنا القانون بيقول ان الاكس بار مجموع الاكس في ال على مجموع ال والواي بار نفس الشيء. تعالوا نمر ده السيجمنت وده اللينث x y z 1 2 3 4. نرقمهم ادي واحد مثلا ادي 2 3 4. يلا بينا. اللينث الاولاني ده طوله ايه والثاني طوله ايه والثالث طوله ايه والرابع ده ربع دايرة، الدايرة 2 باي ار محيطها، ده بقى نص باي ار، لأن على أربعة، نص باي إيه يعني. الإكس بتاع دي هنا أهي، الإكس واي زد أو نقطة السنتر هنا، وده هنا، وده هنا، وده طبعًا بيبقى في الحتة دي كده، كده، ليها قانون اللي هو 2 ار على باي. طيب يلا بينا نقول واحد موجود فين على محور الاكس يبقى نص ايه بالنسبة للواي والزد بصفر، بالنسبة لاتنين موجود على محور زد يبقى هنا صفر وهنا صفر وهنا نص ايه، بالنسبة لتلاتة اكس بايه همشي ايه كلها واصعد نص ايه في اتجاه الزد والواي بصفر ملوش حاجة في اتجاه ده الواي اللي وراه، بالنسبة لده الاكس بصفر الواي اللي هو الحتة دي 2 ار على باي يعني 2 ايه على باي. طب وبالنسبة للزد زد اللي هي الحتة دي من هنا لهنا اللي هي ايه ماينس 2 ايه على باي. نقدر دلوقتي نطبق القوانين، هقول ان الاكس بار بتساوي كل قيمة x في اللينث يعني نص a في a زائد صفر زائد a في a زائد صفر على الشوية دول اللي هم نجمعهم نخلص منهم هنستخدمهم كذا مرة 3 زائد نص باي اللي هي 4.57 ايه دايما نقسم عليه يساوي يبقى هنا نص ايه تربيع يعني نص زائد واحد تقسيم 4.57 فطلع الجواب 0.328 ايه. طب والواي بار هضرب هنا طبعا ده كان لورا فنحط ماينس لورا كده اقول صفر وصفر وصفر ثلاث اصفار برضو يبقى مجموعهم صفر. هنا بقى 2 ايه على باي في نص باي 2 في نص راحت مع بعض وباي راحت مع باي بقى تربيع على 3.57 هيساوي ماينس 1 على 3.4 4.57 على 4.57 فطلع ماينس 2 تقريبا ايه. اخر حاجة الزد بار برضو 4.57 ايه فوق بقى صفر ونص ايه تربيع نص ايه في ايه ونص ايه في ايه
آخر حاجة ايه ناقص 2 ايه على باي، يعني 1 ناقص 2 تقسيم باي اللي هي بوينت 3 6 3 3 في ده نص باي ايه يساوي، الله يعيننا، نص نص اهو زائد نص زائد بوينت 3 6 3 في نص باي، الرقم ده كله اقسمه على 4.57 فطلع بوينت 3 4 4 ايه، يعني جاست احنا من الجدول بنطبق القانونين دول خلاص. طبعا زد بار نفسه، يعني هكتب الزد بار علشان يعني زي دول، زد بار بتساوي سيجما الزد في ال ال على سيجما ال ال. Major floor loadings in a shop are caused by the weights of the object shown. Each force acts through its respective center of gravity G. Locate the center of gravity X and Y of all these components using the following steps. خطوة الأولى break the composite into suitable segments and calculate center of gravity for each segment. يعني هكتب الماسس واكتب ال X وال Y for each segment. Create a table for calculation of center of gravity incorporating relevant data. Use appropriate formula for calculating of the X and Y center of gravity. دول وبعدين في كلام نظري. طب احنا عندنا ماس 2 3 4 او ويت 2 3 4، فاقول كده سيريال نمبر واحط 1 او الويت الاولاني، الويت الثاني، الويت الثالث، الويت الرابع. احنا بقى احنا عملنا تقسيم للاربعة لودينجز اللي موجودين على السلاب. عندنا الويت بالباوند، الاول 550 والثاني 1850، الثالث 600 والاخير 250. الاكس والواي لكل لود، الاول 4 مع 7 والثاني اللي هو ده 4 و9 13، 13 مع 16، الثالث 19 مع 2، الرابع 22 مع 7. نضرب الويت في الاكس والويت في الواي، 550 في 4 2200، وفي 7 3 8 50، 1850 في 13 24 0 في 16 على 13 عشان أجيب الواي 29600، 600 في 19 11000 و400 وهنا 1200، 250 في 22 5500 وهنا 1750. نجمع 5500 زائد 11400 مع 24050 مع 2200، اداني على بعض 43150، بينما هنا 3850. لو دي دنانير ولا شيء او دولارات حتى 29600، بس يفضلوا يخلونا نحل مسائل وبتاع. طب كل ما واحد يحل حاجة يدوله مبلغ 36400. كمان هنا نجمع الويتس 550
1850، 600 و250، 3250. فاضل نجيب الاكس بار والواي بار. المتوقع مثلا يطلع مثلا كل ده كام؟ جمالي 22، يطلع في النص ورايح يمين شوية 11، لا مثلا يبقى 14 ولا شيء. وهنا كله على بعض، الويت برضو رايح ورا شوية، ف16 يعني أكتر برضو من النص، لأن ربما هناك أكتر شوية، 1850، فمثلا 10 أو شيء. عامة إكس بار هتساوي واي بار هتساوي، هنقسم 43150 على 3250، يطلع كده فيت. وهنا هنقسم 36400، طبعا سيجما الويت في الواي لكل عنصر، على سيجما الويت اللي هو 3250، يطلع برضو كده فيت. الرقم ده 43150 تقسيم الأنصر، وطلع 13.3 تقريبا، يعني اكتر من النص شوية، كان النص 11 اكتر منه شوية، وبرده هنا 16 بوينت يطلع اكتر منه شوية، 36400 تقسيم 3250، طلع 11.2، برده اكتر من النص. The following street light has the following density: rho AB 12 كيلوغرام بير متر ران، مديني البي سي والسي دي والدي اي. عايز ذا ماس اند بوزيشن اوف ذا سنتر اوف ماس اوف سيكشن اي بي اللي هو في النص هنا، هيبقى 4 في الرو. الماس عبارة عن طوله في الرو بتاعه اللي هو 12 يساوي 48 كيلو جرام. فين مكانه؟ هات 0 مع 2، سيكشن بي سي هنا كده، الماس البي سي 8، ارتفاعه 3 يبقى 24، او طوله 3 24 كيلو جرام، هات 0 مع 5.5، سي دي اللفة دي فيها جزء ستريت اللي هو يجي هنا كده، وجزء ده اللي هو ربع دايرة يجي هنا، والجزء ده يجي هنا. بلاش النقطة دي عشان ما تلخبطش. الجزء اللي هو سي سي داش مثلا، ام سي سي داش عبارة عن 1 في 5، 5 كيلو جرام، ات 0 مع 7.5. الجزء اللي هو ام دي داش دي عبارة عن 1 في 5 برضو، مكانه عبارة عن هنا في 1.5، يبقى 1.5، والارتفاع الكامل 8.9. الام سي داش دي داش ربع دايرة، يعني 0.5 باي ار في 5، هيطلع طبعا اكتر من 5 لان اكتر من 1، يبقى 0.5 باي، 2.5 باي على طول، 7.85، ات الحتة دي تبقى للجداول 4 ار على 3 باي، نفس الشيء دي من هنا لهنا. فمعنى كده الاكس 1 ناقص الجزء ده 1 ناقص 4 على 3 باي، لأن الأرب 1.5،
7 6 وبالنسبة للواي 8 والحتة دي 8 4 2 4 وعايز الماس الكلي سي دي مجموعهم 17 8 5 كيلو جرام ات الاكس بار عبارة عن مجموع الماس في الاكس لكل قطعة على مجموع الماس، يعني هضرب 5 في 0 و5 في 1.5 يعني 7.5 والسبعة 8 5 في بوينت 5 7 6 كل ده على 17 8 5 طلع 0.673 متر. والواي بار نفس الطريقة بس هضرب 5 في 7.5 زائد 5 في 9 45 زائد 7 8 5 8.424 واقسم على 17 8 5 8 3 3 The mass and the position of the center of mass of section DE. الماس هيساوي طوله 1.5 والرو بتاعته 2 يبقى 3 كيلو جرام ات 1 1 2 2.75 وارتفاع كله 9 ده توتال ماس اند بوزيشن اوف ذا سنتر اوف ماس للكل الام توتال نجمعهم 48 مع 24 مع 17 مع 3 92.85 كيلو جرام صح كده 24 و48 و17 و3 الاكس بار عبارة عن مجموع الام في الاكس لكل قطعة على مجموع الام يعني 48 في 0 و24 في 0 و17 8 5 في 0.673 بلس 3 في 2.75 نقسم على 92.85 0.218 متر والواي بار نضرب نفس الطريقة بقى سيجما الام في الواي على سيجما الام يساوي 48 في 2 يعني 96 24 في 5.5 17 8 5 في 8 30 3 في 9 كل الكلام ده على 92 8 5 4 بوينت 3 5 متر اخر حاجه وات ذا مومنت دو تو ذا ويت اوف ذا ستيل لايت ات اي الويت هنا بيمر فمالوش ما بيعملش مومنت هنا وده نفس الشيء والقطعه دي نفس الشيء مفيش الا القطعه دي والقطعه دي 2 3 فاقول كده المومنت عباره عن المومنت كده كله مع عقارب الساعه فاول جزء اللي هو ده 7 8 5 جي على الجاذبية الأرضية في 0.576 زائد خلصنا من الحتة دي دي ملهاش الجزء ده اللي هو 5 جي مسافته كانت 1.5 زائد الجزء الأخير هو 3 جي مسافته 2.75 يساوي 7 8 5 في 0.576 زائد 7.5 زائد 3 في 2.75 الليلة دي كلها في 9.81 هديني 100
99 نيوتن دوت متر. For the shaded area do the following. Divide the shaded area into sub shapes. عندنا مستطيل 10 × 4 ده رقم واحد. عندنا مثلث رقم 2 هيبقى نص 10 × الفرق كله 8 وهنا 4 يبقى 4. وعندنا دايرة بالماينس أو الماينس باي نص قطر 2 تربيع. ده البارت A. البارت B determine the area and xy coordinates of the centroid for each part. يعني عندنا رقم البارت ده الاريا 40 × 20 ÷ π − 12.756. ادي الاكس 5 × 2. هنا تلت مع تلت يعني 10 على 3، وهنا تلت 4 على 3 مع 4، 4 زائد 4 على، لا هنا 4 زائد 4 على 3، هنا 4 مع 3. دي 3 وهنا 4. في البارت 3 طالب الاكس والواي كوردينيتس للشكل كله. طبعا لازم احسب الاريا في الاكس لكل بارت والاريا في الواي لكل بارت، واجيب السيجمات هنا 4. تعالوا نحسب كده. الرقم ده هضربه مرة في 4 فيطلع −50.3، ومرة في 3 يعني 0.75 −37.7. هنا بقى 40 × 5 = 200، و40 × 2 = 80، 20 × 10 = 3 يعني 200 على 3 6.7. 20 ضرب 4 زائد 4 تقسيم 3 106.7. نجمع عليها 80 ونطرح 148 وهنا 266.7 ناقص 50.3 اداني 216.3. اذا الاكس بار مجموع الاريا في الاكس لكل بار على مجموع الاريا، الواي بار نفس الشيء. أو نجمع الاريا 60 ناقص 12.6 47.4، فهقسم 216.3 تقسيم الأنصاف. قبل ما أدوس يساوي لوجيك يكون فين؟ بالنسبة للإكس كلها 10، فعند الخمسة الاريا محذوفة يسار شوية فتبقى أقل من 5 بشوية. 4 5 6 انشز. بالنسبة للواي كلها 8، لو جينا عند الأربعة اللي هو النص نلاقي الاريا نزل تحت شوية فمثلا 3 وشوية مثلا 149 × 47.4 3.14.
Determine the coordinates of mass center of the bracket which is constructed from sheet metal of uniform thickness. Draw each section separately to show the details of each shape. يعني عايزين نقسم الشكل ده لمجموعة أشكال منتظمة، مربع مثلا 4×4، والسنتر بتاعه زي ما احنا شايفين سنتر اوف ماس هنا. المثلث هيبقى 3×4، والتلت والتلت عندنا 3×4 يبقى مستطيل، وفي المركز بتاعه في دايرة تطرح هيبقى هنا كده، وفي نص دايرة معانا يعني ده كأنه موجود كامل وده موجود كامل، وتروح منهم الدايرة. الحتة دي بتكون 4R على 3 باي. طبعا طبقا للجداول اللي موجودة في آخر الكتاب، أو هديها لك في الامتحان، أو هتشوفها من صاحبك اللي جنبك، أو تكتبها على صوابعك. وسائل كتير يعني تخلص نفسك دي. طب يلا نكتب، نملى الجدول، ومن الجدول هنجيب كل حاجة. المربع الأولاني الأول، أدي السيريال نمبر 1 2 3 4 5، وهنا المجموع. الاريا ان الثيكنس ثابت، عندنا الاول 16، وادي اكس واي زي في اتجاه الاكس اللي هو ده 2 مع 2 واي، وزد بصفر يبقى 2 2 0. بالنسبة للمثلث نص في 3×4 يعني 6، مكانه في اتجاه الاكس 4 زائد 1 يبقى 5. بالنسبة للواي 4×3، والزي في نفس المستوى 3 اللي هو 3×4 ب12. الاكس بتاعته 2 والواي 4، والزد -1.5. الاريا 4 اللي هي دي 4، وفي الاخر سالب 4.5 دايرة، يعني باي ار تربيع على 2، الار ب2 يبقى 4 باي على 2، 2 باي. مكانها فين؟ مكانها في اتجاه الاكس 2 الواي 4، والزي -3، والشوية الزيادة اللي هم من دول اللي هي 4×2 8 على 3 باي، يعني 3.85، لأن دي 0.85. آخر حاجة نص الدايرة المطروحة هي باي ار تربيع يعني باي بس بالماينس. الباي بقى اللي هي دي عبارة عن خلاص الدايرة قلنا مساحة قلناها 2 مع 4 مع -3. كده محتاجين نجيب الاريا في الاكس بار لكل جزء، وبعدين نجمعهم ونجيب الاكس بار الواي بار الكلية. هنا 16×2 بيقولوا 32، 16×2 32 0، 6×5 اعتقد ب30، 6×4 على 3، 3 مع 6 فيها 2 يبقى 8، وهنا 0. 12×2 ب24، 48 -18. 2 باي في 8 يبقى 16 باي. لا انا عملت ايه، 2 باي في 2 ب4 باي، وهنا 8 باي، وهنا لا دي محتاجة حسبة، 2 باي 2×3.58 يعني 7.7 باي. هنا -2 باي و -4 باي
وماينس وماينس يبقى 3 باي. نجمع 32 مع 30 مع 24 مع 4 ماينس 2 باي يبقى 2 باي. شيفت باي على بعض كده 92 بوينت 28. هنا 40 80 80 88 زائد 4 باي يعني 100.6. وهنا ماينس 18 وماينس 4.3 ده بلس 4.7 مظبوط كده ماينس 32.77 لان هنا ماينس في ماينس. طب اذا الاكس بار نحسبها هنا على طول، نقسم ده على ده ونحسب الاريا 16 و6 22 زائد 12 زائد باي يعني 37.14. اذا الاكس بار تساوي هقسم ده على ده 92.28 تقسيم 37.14 2 4 8 الوحدة انش. الواي بار هقسم 100.6 تقسيم 37.14 2.71 والزد بار بتساوي ماينس 32 بوينت 72 على الاريا يطلع ماينس بوينت دبل 82 تعويض مباشر.